السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على مفاوضات متقدمة، وين تقرير يعني تقرير فرنسي يقرب أمين جويري من الجزائر، وين يبدو أن حملة الالتحاق العصافير النادرة بالمنتخب الوطني لن تتوقف عند بوعناني وحجام والشايبي. يعني إذ أشارت تقارير فرنسية أن مهاجم نادي ريان الفرنسي أمين جويري في مفاوضات متقدمة للالتحاق بكتيبة يعني المنتخب الوطني الجزائري. هذه يعني وين إن شاء الله بربي نشوف هذه اللعابة، يعني أبناء الجزائر مرحبا بهم، مرحبا بهم. هو شرقي هاني شرقي هذاك، يعني هذو مرحبا بهم كاع، يجوا كاع مرحبا بهم. هذه هدرناها نهار اللي هذا المشرف هذا اللي كنا نقولوا لهم جيبوا اللعابه، كان يقول لهم لازم ورقه وستيلو ويجوا وحدهم منا. كثر خير منير الدبيشي امين مع هذا لا بغات بصح شتيله، يعني وين منير دبيشو كاين منير دبيشي كاين هذا زويزب كاين، يعني كو يهدر يجعل يهدر مسكين عاقل. محسن حيمور عاقل، انسان عاقل، مع الحاج محمد راهو رجال خافع اللي راهم يخدموا، رجال خافع اللي راهم يخدموا. خاطر شفت انا ذاك مخنط المعك، عالم مي جابو يدير المعك، مي جابو ذاك كيسموه شكليشو مشي باغيه، تما ما جابوش المشرف تاعه، ما جاباش سيده كريشو مشاك باغيه، شو مشاك باغيه هناكي. قال لك بلي هذو اللعابه جابوا بلونترينير، يا ولدي والله ما داخل فيها لا من الفوق لا من تحت، حط وذنيه ناس تخدم، والتقييم من عند حاكم الدار. الى مازال ما تعرفوش نعطيكم كاش التقييم تاع اللعاب باش يلتحق بالمنتخب الوطني حاكم الدار. كيما بغيتو راني معاكم، كيما بغيتو راني معاكم، كاش الهضرة هضرة قليلة. ويبدو أن حملة التحاق عصافير نادرة بالمنتخب الوطني، يعني عقل قلت أنا هذه قلت له شوف راه جاي واحد الوقت غادي يجوا يهجموا عليك ديريكت. قلت له علاه ما تبقاش تجيب حبة زوج حبة زوج، كل متربص تجيب حبة زوج حبة زوج، يعني في ما تنظرش، يعني ما يكونش عليك ضغوطات وما يكونش عليك خاطر على اللعاب هذو غادي كيعنوا غادي تجيبه بالسيف عليك تجيبه، خاطر راحت هذيك تاع انت منا وحب الشكاين مالك راحت. الأغلبية تاع الشعب الجزائري يقول لك جيب اللعابة، خاطر يشوفوا المغرب يشوفوا تونس يشوفوا السنغال كيفاش يتعامل مع اللعابة المغتربين. جيب انت كيما تجيبش غير الجزائر برك اللي ما تجيبش، كيما بيجيتو نتوما ولاوش يجيو. هذه علامة استفهام كنا نهضروا عليها من بكري، كنت نقول انا هذا مو من آية قاسي ونقول لهذو الناس هذو ونقول لكم علاكم ساكتين، ماشي باغي تهضروا على اللعابة المغتربين، علاكم ساكتين. الاخر هذاك صاحب المساحات الضيقة تاع ولاد كيما هكا كلاسيكو الارض قطر القطري مع السد القطري، فماك عرف بلي اودي راهي رانا مهودين، رانا مهودين 120 كيلومتر في الساعة مهودين على رسالنا. هذه هي. المهم احنا الحمد لله يا ربي وين نشكروا يعني الجماهير الحقيقية، ماشي الجماهير تاع ماشي دوك اللي صفقوا تاع اللي كانوا يقولوا له لا خليها كيفاش كانوا يقولوا خليها عائلة، خليها عائلة، لا خليها عائلة، هذوم باغيين يجيبوا عوار، هذا الشوبير باغي يجيبوا عوار يجيبوا يدخلوا له اللعابة وتصرا فوضى. راهم جايين جاو اللعابة صرات فوضى، راك تصفق كل مرة اقعد تهدر، يعني تهدر وعارف بلي الشعب راه فايق بيك، انت شكون تهدر عليهم؟ توما كاع توما لي باطار تاع يوتيوب هذو، كنتو على بالك كنتو تعايروا فيهم، ضروك راكم تهدروا كلي شغل راكم فايقين بلي الشعب اللي يشوف فيكم نتوما كنتو تهشوا كنتو تهدروا، الشعب كيفاش يشوف فيكم؟ هي اللي كذبتوا على الشعب، كذبتوا على الشعب قلتوا لهم الماتش يتعاود، ما احترمتوش الشعب الجزائري. ما ادري كاين عندكم هذوك اللي راهم مازالوا مأمنين بكم ساكين، مأمنين بالاسيست والكونترول والكذب تاعكم، مازلتوا تكذبوا. انا واحد اللي قال لي برحمه الوالدي شوف هذا المخنث، قال لي يهدر على الترتيب تاع الفيفا،
ربي هذاك الترتيب مين جبتو، هذيك الهضره مين جبتها، مستو تكذبوا نورمال. وبحسب المعلومات من ار ام سي سبور فان الملف امين قويري يسير على الطريق الصحيح، فخريج مدرسه المدرسه الفرنسيه يرغب في تمثيل المنتخب الجزائري ويبقى الان تغيير جنسيته الرياضيه، حيث الصحفي دانيال يعني وين اكد الخبر مشير الى ان ميلف متقدم بشكل جيد للغايه على حد قوله. يا كلش شوف كاين امور انا على بالك ما نبغيش ندير فيديو هكا، ما نبغيش نفوت هضره حتى سقسي، ما قلتلو دير راني الهضره تاعك عندي ننجم. قال لي لا ما ديرهاش بتاعو، قال لي لا نورمال ما ديرهاش. صحيح ما نديرهاش، كي قال لي ما ديرهاش ما ديرهاش، أبتي أو يقول لي بديش ما ديرهاش. عندي فيديو تاع بابات العروسي رابط باسبور خضر ورابط من بعد شو كي بانت، قال لي ما ديرش فيديو، قال لي لا ولدي خويا ما ديرليش فيديو هذاك. لا يا صحيح نورمال ما درتهاش. عندي تاع خال حسام يعني ماشي مخلي، قال لي ما دير ما ديروش بصح مخليهم. بزاف ناس يعني كاين ناس نعرفهم يعني نعرفهم رجال يعني كي يقول لك ارسل لي فيديو ارسل لي، انا ارسل له فيديو شوف يخلع واش اسمع يخلع. عاد كاين بزاف يقول لك اودي احمد هو هذا المشرف هو اتصل بهم، انا نقول له لا اسمع اك اسمع اسمع. انا وين نقول لكم باللي وين الناس من السفاره يعني واتصلوا بالوالد بالاباء تاعهم الوالدين تاعهم راحوا وين كسفاره في ليون في باري وين ما كاين راحوا اتصلوا بهم يعني اتهموا معاهم. سبحان الله شي سهله. وانا نقول لكم انا ماذا بيا جاو هاد اللعابه الحمد لله ربي اللي جاو، بصح ما نكذبوش على روحنا يقول لك جاو يعني جاو بلاش، لا جاو عطاوهم عطاوهم لي سبونسور تاعهم عطاوهم خاطش عليه راهم يشوفوا باللي المدرب، وجا للجزائر سنيا سبونسور تاعو عاود ولا كان باقي 10 ايام للتربص يبدا، جا سنيا بالخط ما قعدش عاود ولا كزعقه. ناس هذيك دوز لي سبونسور لعابه محرز ودا سبونسور قاعد داير لي سبونسور تاعهم يتقصر عليه حتى ولا موالكم ومن حقهم يعني من حقهم يدو. وبحسب المعلومات من ار ام سي سبور فان ميلف امين قويري يسير على الطريق الصحيح، وليس امين قويري هو اللاعب الوحيد المعني بالمفاوضات للالتحاق بمحاربي الصحراء، اذ يبحث الاتحاد الجزائري لكرة القدم قدوة الموهبة نادي ليون رايان شرقي، لكن المصدر ار ام سي اعتبرت ان الامور مع رايان شرقي اقل تقدم مقاربه بما هو عليه يعني الحال مع امين قويري. وربط المتتبعون قدوم قويري وشرقي بالمنتخب كتيبه الالتحاق بمتوسط الميدان نادي ليون حسام عوار، اتخرج الثلاثي من نفس المدرسه التكوين وتربطهم علاقه صداقه قويه خارج المستطيل الاخضر، وهو العمل الذي قد يساهم في اقناع الثنائي قويري وشرقي بالالتحاق. يجي وقتهم كاشمير يجي وقتهم. وفي تصريحاته السابقه اللاعب السابق لنادي نيس نفى امين قويري تصريحات، عنده الحق على بالك يهرب من الضغط يهرب من الضغط، عنده الحق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم بان هناك مفاوضات بينه بين الطرفين من اجل انضمامه الى الخط في مواعيد القادمه. وقال قويري حينها في المؤتمر الصحفي انه لم اسمع ما قاله، انا شخصيا لست على علم بهذه الاتصالات، أنتم من أعلمني بهذا الأمر. وبخصوص إمكانية تمثيل منتخب الجزائر مستقبلا، أضاف المهاجم السابق لنادي نيس إلى أحد الآن لم أحسم موقفي، أنا لازلت دولي فرنسي أمثل المنتخب الأولمبي وتنتظرنا بطولة أوروبية الصيف القادم، وحاليا فإن كل تركيز على مباراة فريق ريال. مش يعني نقولوا أنت دعم المنتخب الوطني بنجوم يعني الحمد لله يا ربي، راهم كاين لعابه حنا اللي يجي مرحبا به هذه بلادو مرحبا بكم، نقول لكم بلي مرحبا بكم وهذه بلادكم هذه بلادكم مرحبا بكم، ما نشوفوش بلي حاجه وحده اخرى ولا هذه بلادكم ما كاش مشكل. هذيك نقولوا بلي اليوم وين المنتخب الوطني اصبحت زي الروح اكبر كالمشرف هذا مكان.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير و بارطاجونا لي فيديو تاعنا و نمشي ابوني معنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، وربي يحفظكم.